ونشاهد وإياكم الآن على شاشة العربية إقلاع طائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن متجهة إلى جدة غرب السعودية بعد أن اختتم المحطة الأولى والمحطة الثانية أيضا كذلك التي كانت في إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية. الآن تقلع طائرة الإير فورس ون للرئيس الأمريكي جو بايدن، تقلع الآن متجهة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في قمم جدة. قبل ذلك سيعقد الرئيس الأمريكي اجتماعا ثنائيا مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وبعد ذلك سيعقد اجتماعا ثنائيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. هذه طائرة الرئيس الأمريكي تشاهدونها بجانبي، هي صور الطائرة وصلت الآن. الطائرة وصلت الآن هاني، وأنت تتحدث نشاهد الطائرة الرئيس الأمريكي جو بايدن ما يسمى بالإير فورس ون حطت في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. بالطبع سلم الطائرة جاهز لنزول الرئيس، دقائق معدودات ونشاهد الرئيس الأمريكي جو بايدن يترجل من الطائرة.